يد التي تكتب وتقدم هذا العالم التحديد. كانت المرة الأولى التي أسمع فيها باسم سميحة فيروز عندما زارني الأديب الخاص فخري عوار وحدثني عن الصحفية سميحة علي واقترح علي التعرف إليها. أذكر تماما أنه أخبرني عن مجموعتها القصصية الأولى مع الأرض الصادرة عام 1978، لكنه أضاف بإنشاء بأنه يعني لم تكن الروايه الاردنيه في تلك الايام هي الفن المعروف. تشبه غابة تتعانق فيها أشجار متراصة ومزمرة. أذكر يوما أنها كانت مسكونة بالبحث والشخصيات في سنة الثورة العربية الأولى. اشتركنا بأحاديث لم تكن عن هذه الشخصيات وأخبرتني أنها تحضر لرواية جديدة وأنها ستستمر أننا تبادلنا رسائل اكتب ما استخدمت رسائل أنا مسميحة وبدلنا رسائل قليلة وما أجمل خط ما أجمل زمن رسائل. صارت سميحة فيروز لزهرة أعداد الشمس مطربة في إبداعها الروائي تدور حول شمس الإبداع وتدور وفي كل موسم تصدر رواياتها ويدهشنا تجددها. كنت ازور جريده الرأي زيارات اسبوعيه وكل الذين يكتبون فيها تجمعني بهم الصداقات والمحبه. استطعت ان استقطب هذه الصداقات الادبيه والفكريه بالمشاركه في ندوات مجله البيان وكنت عندها رئيسه لتحريرها. أذكر تماما أن سميحة شاركتنا في ندوة خصصناها لتلك التنانين لقيام أول دولة عربية في دمشق الدولة العربية الإنسانية. تحدثت بحنين جميل عن جدها وأمها رجل التنوير وعضو المجتمع السوري سعيد بنشر السليمي رئيس بلدية الصمت. كنت مقهورة بقراءتها لزمن الجد وفكر تلك المرحلة المضيئة ولفتني حبها الكبير للبيوت العتيقة التي تختزل الذاكرة لزمن الصمت بيوت صفراء مضيئة قرنها فكرت أيضا الخالي الشاعر الشاب رفعت حسيني الذي غادر الحياة الأخيرة في أسرة. لأول مرة أستمع إليه سميحة من شرف لا أنسى هذه التفاصيل الحميمة. المشاركة الثانية كانت في مدة عميقة جدا هي قامت بطلبة الرواية وضمت هذه الندوة مجموعة كبيرة من الروائيين والنقاد حيث أشرت من أن سميحة تجلت في آخرين. أنا شخصيا اعتبرت حضورها فرح لي أنا
الكبير هي استعمالها من عالم الدين الزاهري الثقافة الكبيرة كاملة. مرأتنا سميحة وهي تدرس صوب الرواية السلامية ومعها خبرة ثرية بالعمل الصحفي الراقي وصارت عالما مبهجا في الوسط الثقافي الأردني. أعتقد بأنني أتابع اللقاءات والمقابلات مع سميحة بنفس القدر الذي أتابع فيه الرياضة. فهي سفينة في التحليل وبث القارئ إلى مشاركتها الكثير. هي كذلك تحرص على إشراف القارئ في لعبة بناء الرياضة. تقول في تحليلك للكتابة بأنه تعبير عن حريق داخلي هو بعض حريق الحياة، يبحث عن فرصته ليتجلى ويحس بشجاعة الحياة. لذلك تعتقد بأنها تلعب لعبة خطرة حين تجمع بين غيابين شيئا من العقل والجنون. أنا أعتمد الآن على مقابلة أعجبتني جدا واتفقت بها مع سميحة فيس. تقول سميحة بأنها حين تجمع بين غيابين شيئا من العقل والجنون شيئا من الحداثة المنسوجة بقدر لا يستهان به من الواقعية وأحيانا الفانتازيا، هي أعطينا تعريف لرؤيتها لفكر الكتاب. لقد استوقفني تحليلها لأدوات كل نص تكتب. هي عاشقة للمسميات والأمثلة وتحليل الأسماء. سميحة تعترف بأنها تتخصص بالأمثلة وتعطي الأمثلة دورا كبيرا، هذا شيء كبير جميل. وأيضا بأنها ترصد الزمن بدقة ليكون الشاهد على ما سبقه ويستشرف بما زاد. وتجد أنها بهذا تعمل على تجهيز كتاب. الهام يقود إلى حالة الانتماء أولا الخاص ثم الانتماء الإنساني العام للآخرين. الجميل أنا تجد من خلال فكرتها الواهية للرواية أقدرس من كلام سميحة هو الذي يختار احتياجها. هل تصر سميحة الكتابة منها بأنها تكتب لكي تتمكن من التنفس وكي تظل صور الأحلام مشرقة وطازجة في وقتها وأنها بذلك تعالج من التقرب الحاكي والإرجاع. لا أظن أن هناك ضغطا أشد من هذا. إنه الضغط المهم لكاتبة أردنية مبدعة ومتجددة في عالم الكتابة والتخيل. سأقول لأختك أن أسأل يعني استوقفتني الأمة عندي وعن سيدنا هي علاقتها بفنان القصة القصيرة لسميحة وقصة قصيرة ورواية عن سميحة. أقول بأن تكون علاقتنا معا سميحة القصيرة استوقفني تحليل سميحة لعلاقتها بفنان القصة القصيرة والرواية. أقول تنجح تنجح الرواية عنها أحيانا تندفع القصة مضاربة للإنجليزية الهائلة. لا أفهم أدخلها في النص القطاري الكريم القاضي لكل الفنون. الرواية عندها نص القطاري الكريم قاضي لكل الفنون. القصة القصيرة كما ترون بالتأكيد تصادمت على الرواية وقد تكون الكون باسمي مفهوم. وخذيت من خاصه الروايه بكل كتابنا.
هذه المحاولة لتسليك القصة القصيرة كانت الناس لاصقة، فإن السوق يخالف توقعاتهم وينحاز الكلمة لذلك، واضح أن سميع وأن تحت العمق وأن القصة القصيرة لا تملأ عالمها الواسع لأنها تجد نفسها روائية تقف إلى أعلى مرتفعات التحذير، وترى أن هذا يجعل الروائية ما لا يراه الآخر. كيف هذا يذكرني بما كان يقوله لنا أساتذتنا الرجال الكبار في قسم التاريخ في الجامعة الأردنية؟ كانوا يؤكدون لنا بأن دارس التاريخ يقل من موقع مرتفع على العالم. كما تقول المرتفع ويرى ما لا يراه الغير. أسأل إذن هل يتلاقى الروائي والمؤلف في هذه الرؤية؟ صحيح أنهم يتلاقيان في اتساع الرؤية وباعتماد الروايات والسردين المعهودة لعملهما، لذلك ترى سمعت أن هذا العروض والاستشراع ينتج نصاً زخماً مكملا بالحياة بكل عناصرها. تلك هي الرواية كما تراها. هنا أصبحت هذا هي أساس الرواية. لا أدري إن كنت توافقوننا على هذا أم لا، لكن ما قالت بسميحة صادق لنتخيل لنا تجربتنا به كروائية تكتب القصة القصيرة، مع أني أوافق على تقسيم القصة القصيرة في هذه الكلمة. سيكون يتفق الآن يعني ما أتعامل معها كما لو كانت الدنيا في مسرح العراس، لكنها تنبعث من مكان الدنيا في محاولة لتتخفى لحماً ودماً وإرادة مستقلة، وتدفع بالحديث إلى حيث لا أتوقع. تشاهد نفسك تنقل منطقها الخاص ذات النفس. سميحة تعطينا نموذج لهذه الحالة بين الكاتب وشخصياته، عندما تعيدنا إلى إشفاق، رواية إشفاق التي تطرح الصراع بين الكاتب والمكتوب، لكن سميحة الكاتبة الروائية تعتقد بأن البيوت النهائية هي في يد الكاتب. دعيني أقول أنه في النهاية محرك هذه الخيول والإمبراطور صاحب عصر المنشارية، كلنا في حقيقة الأمر نلجأ إلى هذا، كلنا نحمل هذه النقطة ونلوح بها أمام الشخصيات التي نفهمها ونتوقعها إن تمردت، لكن بعض الشخصيات فقط تتمرد عليها. عالم رفيقة الجنس والحلم سميح بيز ذاكر متأكد بالشواطئ الاستوائية تموج فيها الغابات العجائبية. سميحة المتجددة في كل قصص روائي قادم، من عالم تغيير طبعية الفكرة إلى نقاش القصة
قررت مش على المطبخ السلم، وأنا السلم يشعر أحيانا بالألوهية أكثر مما يشعر بها العبد، يعني كأن الألوهية داخلنا، كأن أمرنا يقدم هذه الحالة. أقول بأنها أبدعت في نقل عالم الألوهية وإلى نقل أكثر كمان، وأكثرها قدرة على الصلة والاحتجاج باسم الإنسانية للسلام وحرمة البشر، وهي صلاة مدينة الألوهية الفضائية الألوهية التي تكتب بمسؤولية إنسانية وبقدرة إبداعية ممكنة. وتعرفنا إحنا يا عزيزي وكنا أعمالك تبدأ إلى أكثر من الإنجليزية والفرنسية، لكي نقول للعالم بأن بيننا في الظروف الإبداعية من تأمين ما لكم جوائز الأساسية. وقلت لكم أن الدراسات الأكاديمية دراسة روائية مهمة لأنها من خلال المريخ. استدعى طلب الشتاء ليأتيه في ديوان شعر وشكل من اللغة جمالا ناجى فيه طفولتها بكتب تفاصيل وراءتها. امتلك مفتاح الباب المخلوع في سيرة ذاتية روائية وعليه وقع الشاعر الدكتور راشد عيسى أستاذ في الأدب والنقد الحديث في جامعات عربية متعددة، حاصل على جائزة الدولة التقليدية وجائزة الشارقة للشعر العربي، وله العديد من الكتب في النقد الأدبي. دعونا نستمع لشهادة الدكتور راشد بحق الأديبة سميحة فريز. تفضل دكتور. السلام عليكم.
إذا انتقلنا إلى عناصر الرواية القوية الجمال المكان
فنجد أنها جميعا قد تم دراستها بعناية فائقة. ففي بعض الروايات مثل الإشهار والسحر يهمس المكان لصالح إبراز صوت الشخصيات بعيدا عن أي أذن أو حدود. بينما في الروايات الأخرى نجد أن الزمان والمكان بشكلان محمص ونبض حياتي فيه. حيث يقدم فريس من خلالهما قضايا إنسانية عميقة تعكس واقع المجتمع العربي. فمن خلال توظيف هذه العناصر تمكنت من خمس سلبيات متشابكة تتناول قضايا الجنين، المرأة، والتغيرات الاجتماعية والسياسية، مما جعلها جبارة مرآة تعكس التحديات التي تواجهها الشخصيات في بيئات مختلفة. تأخذ مقاطع عديد إلى دارفور في السودان كمكان أولي للرواية في نهايات القرن التاسع عشر، لتنقل لك صوت المظلومين في الأرض ولتسلط الضوء على الربوبية بأشكالها المتعددة. ويتم استكمال رحلة البؤس والمعاناة في دارفور البانة منتصف القرن العشرين في السودان أيضا. أما الساحة الأردنية فقد احتلت النصيب الأكبر من الأعمال، ومن أبرزها رواية شجرة الفهود التي جاءت على مسألة هما تقاسيم الحياة وتقاسيم العشق، والتي حملت في طياتها رائحة اقتراف الأردني وجسدت فيها ملامح الحياة الاجتماعية في مرحلة من تاريخ الأردن. في حين تناولت رواية مفاتن الطوفان تفاصيل الحياة في عمان في أواخر العقد الثالث من القرن الماضي اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. أما روايتها الأخيرة خيرة 19 التي سأقف عندها قليلا كونها آخر ما قرأته للأديبة الكبيرة، فإنها تسوقنا إلى الماضي القريب بين عمان ومادبة ومدينة بغداد لندن في ظل جائحة كورونا، تلك الجائحة المرعبة التي غيرت حياتنا ولعبت بنا بحجارة على أرقام الشطرنج دون أن ندرك أن الجائحة الحقيقية والخطر الفعلي لا يأتي من الخارج بل يقبع في دواخلنا يتغلغل عميقا في ذواتنا. ففي داخل كل منا يعيش هادين وقابلين، في داخل كل منا يعيش وحش حقيقي قد يصبح بالآخرين لكي يشعر بالسعادة والرضا والزهو. ولعل هذا سبب اقتران كاميرا بالرقم 19 ومقارب بالرقم 19. وكاميرا كلمة يونانية الأصل تعني حرفيا ويتم معه في دول، وقد وصفها حمرس في مرحلة الإجابة بأنها كائن أسطوري يتكون من ثلاثة حيوانات معا، رأس أسد وجسد ماعز وذيل ثعبان. وتعد كاميرا في وقتنا الحالي حالة طبية تكثر في الحيوانات ويصاب بها البشر بالنسبة النادرة. ويجد الشخص في هذه الحالة مجموعتين من فلتتين من الدي إن إي في خلاياه، وتحدث عندما يندمج جنينان ممتلكان وهما في الأصل توأمان في مرحلة مماثلة جدا بين الحيوان في لحم الأم ليصبحا كائنا واحدا. بطل الرواية أو بيرق يحمل في داخله هذه الحالة الفارية، هذا الاضطراب الجنين كإشارة لما يعيش صراع داخلي مستمر. وكأنك داخل الأدبيتين الملكيتين فيه أضاف عمقا لتعقيد شخصيته وجعله يقف على الأعراف بين عالمين متناقضين يتصارعان داخل جسده. تبدأ الرواية برحلة البطل إلى لندن لتكتشف لاحقا أنه يريد إجراء تحقيقات متعلقة بالإنجاب، ثم تعيدنا الرواية للحقل الاستثنائي إلى ذكريات طفولته البائسة. فأوس ابن منصور صبار القهوة الذي لا يملك للجسم نصيبا، أما أخته فلا يكاد يذكر أنه تعلم منها درسا إلا في مراقب الرسيل. لم يكن أوس يشعر بأي انتماء إلى هذه العائلة ويذكر غضبه وحلقه في كائنات مسكينة تلتفت والكلاب. تذكر عقدة النقص عند أوس بالمقارنة الدائمة والإحساس بالدينونة مع ابن الشريك تالي في جميع مراحل دراسته، وحتى بعد الانقلاب الذي غير مجرى حياته وكان سببا في انتقاله إلى حياة الترف بعد اختراقه
شجرة المخدرات والسلاح. يذكر أرض أن الشجرة الحقيقي لا يشبه البرتولة أو محمود النيجي وخصيص البطن، بل هو أكثر شبها من عمر الشريف وجورج كلوني. وقد يكون صاحب بقالة متواضعة هل شاغل أو رجلا بسوسا كسولا دائما الابتسام. أخذ سنة من الرواية الخير والشر توأم سياحية لا ينفصل. كل الناس بلا استثناء صلاصلة ضرورة يقومون سبيلة الشر للانتقام من جبال حسنته ثم يكون الدمار. اعتمدت الجريدة في هذه الرواية على تحقيق السبب الذاتي من خلال شخصية أوس، وكان الاختيار الأمثل إذ أتاح لها التبلغ بعمق في نوادره وصراعاته الداخلية، ومنحها حرية واسعة لاستكشاف تفاصيله النفسية المعقدة، مما يجعل القارئ يتعايش مع أوس ويشعر بكل كبير من شخصيته وتوتراته بشكل مؤثر وعميق. ختاما يمكنني القول بأن الحديث عن أعمال سميحة فريس يفتح آفاقا واسعة والله لا تنتهي، يجعل من الصعب تغطية جميع جوانبها في دقائق معروفة ومتينة. فكل رواية تحمل في صياغتها عوالم من المشاعر والتجارب الإنسانية والدعم والتقنية والخطاب السري، وهي أعمال تؤكد على قدرة الأدب على استكشاف طبيعة النفس البشرية من الوهم وإيصال رسائل إنسانية تساهم في تشكيل وعي المجتمعات وتوجيهها نحو فهم أدق للعنصر البشري، وبالتالي الإسلام يكون مستقبل أفضل لهذا المنطق. شكرا لك أستاذة وسيمة. الأديبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسؤولية ولكني مسكونة الأفكار وأحاول أعطي الحرف لم يعني يتأذى حتى الآن. ومع ذلك في هذه اللقاء يكون رافع ودائع أنه يجب أن نواصل كل في موقع الكرام أعرفكم بأنهم يوجد ضيافة فلا تستعجلوا الخروج ونصا للحفاظ على نظافة صحن الجميل. إلى هنا تنتهي أمسيانا استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.